السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راح نبدأ في شرح شابتر الماسكولار سيستم في تشريح واحد الجهاز العضلي. ما هي المصل العضلة أو المصلز العضلة؟ قال لي هي responsible مسؤولة for all type of body movement، مسؤولة عن كل أنواع الحركة في الجسم. العظم مش هو اللي بحرك جسمي، لا، اللي بحركه العضلات، تمام؟ فالمصل هي المسؤولة عن كل أنواع الحركة في الجسم. 3 basic muscle type، ثلاث أنواع أساسية لأنواع العضلات are found in the body. عندي ثلاث أنواع أساسية للعضلات في الجسم. في عندنا skeletal muscle و cardiac muscle و smooth muscle. skeletal muscle عضلات هيكلية زي ايديك ورجليك اللي بتحركوا هدول. ال cardiac muscle تحت القلب. ال smooth muscle عضلات ملساء زي في الأمعاء أو في المعدة، أشياء زي هيك. طيب نيجي لل characteristic of muscle، ما هي مواصفات العضلات؟ قال لي all muscle cell are elongated، كل خلايا العضلات اللونج. إيش يعني اللونج؟ ممدودة، دائما طويلة. الخلايا فيها إيش؟ طويلة. عشان بدنا نقول إنه المسل فايبر أفضل من السل العادية. فقال لي هنا المسل سيل تساوي المسل فايبر. هنا المسل سيل خلايا العضلات تساوي المسل فايبر. قلنا انه كل خلايا العضلات ايش؟ ان elongated. elongated ايش؟ ممدودة. طيب قال لي all can contract، كلها كانت contract تنقبض due to the movement of microfilament. كلها بتنقبض، يعني السبب اللي بيخلي العضلات كلها تقصر او تنقبض هذا منتج عن ايش؟ انه عندنا في شيء اسمه microfilament اللي هو خيوط. هاي الخيوط فيها زي ايش؟ زي المغط بالضبط. شفتوا المغط كيف بتمد، تقصر وبتطول. فالعضله هيك بتقصر وبتطول، تمام؟ المغطه ايش؟ لما بتدخل مغطه بتجي العضله 100%، بتشد المغطه بتشد العضله. لما بتدخل مغطه بتجي زي ما كانت عليه، بتشدها بتطول العضله زي هيك. فقال لي اللي بيخلي العضله كونتراكت تنقبض وتتحرك هو شيء اسمه مايكرو فيلمنت، الياف، خيوط، تمام؟ قال لي اول مصل share some terminology، كل العضلات لها نفس المصطلح. لو شفت البيفكس مايو او مايس او ساركو كله معناه مصل. ها مايو مايس ساك ساركو، احفظوهم، مايو ومايس وساركو هذا معناه عضلة مصل. في عندنا types of muscle، انواع العضلة. انواع العضله قال لي compression of skeletal cardiac smooth muscle. بدنا نعمل مقارنه، مش قلنا عنه cardiac smooth skeletal؟ اعمل لي مقارنه بين عضلات الكاردياك والسكيليتال والايش والسموث. قال لي هي عندك الكاركترستيك، المواصفات، يعني حسب ايش بدك انت تميز بينهم. هي عندك السكيليتال، الكاردياك، السموث، تمام؟ ايش المقارنه بينهم؟ جاب لك انا، قال لك اول شيء البادي لوكيشن وين موجوده. قال لك السكيليتال موجوده وين؟ قال لي موجوده وين؟ تو بونز، في العظام، او في سم فيسيال ماسل تو سكن، يعني او بعض الوجه. اهم شيء في العظام، بتلاقي انه السكيليتال ماسل اسمها سكيليتال، فملتصقه في العظام. فاي عضله ملتصقه في العظام هي سكيليتال ماسل، اوكي؟ لكن الكاردياك يا سلام، وولز اوف ذا هارت، في القلب، جدار القلب. طيب السموث، هي رسم لك معده، هي موستلي في جدار مين؟ اللو فيزيكال اورجان، زي غير القلب. كل الاعضاء او كل العضلات الداخليه في الجسم ما عدا القلب هي سموث مصل. هي ايش تعتبر؟ سموث مصل. فكل عضلات ما عدا القلب هي سموث مصل. يا سلام، اسهلهم، سهل موقعهم. طيب نيجي على السيل شيب اند ابييرنس، هو الاهم في المقارنة. أنا مهم جدا عندي السيل شيب، شكل الخلية، وابيرنس مظهرها مهم جدا. قال لك تعال على السكيليتال كاردياك سموث، في اختلاف كبير بين خلاياهم. قال لك الخلايا الموجودة في السكيليتال مصل هي أول شيء سينجل، خلية واحدة سينجل، فيري لونج، طويلة جدا، فيري لونج، سيلينديا، اسطوانية، سيلينديريكال، اسطوانية. قال لي كمان هي مالتي انيوليت سيل، فيها عدة خلايا، with very obvious starvation، مخططة. أهم شيء أعرف إنه هي إيش؟ starvation، مخططة. فهي سنجل وطويلة ومخططة، تمام؟ سنجل طويلة مخططة، هذا مين؟ السكيتل. لكن تعال كارديا كان هي إيش؟ branching، طلع عليها متفرع، شايفين؟ زي هذه، ولكن ايش؟ متفرع، branching chains، سلاسل متفرعة of cell. uninucleate، uninucleate يعني
واحد او تنتين، خلية واحدة او تنتين. هنا قلنا مالتي نيوكليت، يعني ايش؟ عدة نواة. هي السنجل خلية واحدة ولكن ايش فيها؟ مالتي نيوكلاي، عدة خلايا، عفوا عدة نويات. لكن هنا في الكاردياك هي صح برانش، هنا عكسها، هنا هي متفرعة الخلايا ولكن فيها ايش؟ فيها يوني انيوكليت، ان انيوكليت، يعني فيها خلية فيها نواة واحدة او تنتين، فيها نواة واحدة او تنتين واستريشن مخططة. اذا التشابه بين الكاردياك والسكلت لتنتين مخططين، لكن السكلت اللي قلنا فيها هي سنجل تمام وايش؟ ومالتي انيوكليت، اما الكاردياك هي برانشنج وايش؟ يوني انيوكليت، يوني انيوكليت. طيب تعال للسموث الناعمه، هذه هي سموث سنجل تمام، واحده وحيده، فيوزي فورم، طرفها مدبدب، مميزه هي السموث، صح هي سموث ولكن مدبدبه الاطراف، يوني انيوكليت، فيها خليه واحده وتنتين، ونو ستريفش، فيها ايش؟ مش مخططه. ايش هذه؟ مش مخططه تمام، احفظوهم مهمين جدا جدا. طيب نيجي لكمان، هنا عندنا الريجوليشن اوف كونتراكشن، تنظيم اللي هو الانقباض. السكيت انا بتحكم فيه فولنتري، قال لك كان فولنتري، حد بحرك ايدك؟ لا، تحرك ايدك؟ لا، انت بتحرك ايدك ورجلك ووجهك، ها هي ايش؟ فولنتري اراديه، فقصده هنا تنظيم الحركه انت بتحكم فيها فولنتري من خلال النيرفس سيستم، الجهاز العصبي. اما الكاردياك هي انفولنتري، هل تتحكم في قلبك؟ لا، لحاله بنبض وبتحكم وبقف، ايضا بتحكم في الاعصاب والسي ان اس والهرمونات. والسموث ايضا انفولنتري، تتحكم فيها الاعصاب والكيميكال وكذا. اذا نرجع السكلت الفولنتري، ايه متحكم فيها؟ لكن القلب والسموث مش فولنتري، انفولنتري. نيجي على السبيد اوف كونتراكشن، سرعه الانقباض تمام. قال لي انه السكليتال سلو تو فاست، يعني ها تسرع وبتبطا، لكن الكاردياك قال لك ايش؟ انا سلو، لكن السموث ماسل فيري سلو. كيف يعني؟ لما انت تحرك ايدك ممكن تحركها شويه، ممكن بسرعه تحركها سريع جدا، لكن تاع القلب سريع ولكن مش زي الايد تمام، مش زي الايد او الرجل، لكن تعال السموث مصل المعده والامعاء بطيئه جدا جدا جدا. فنبدا، قال لك انه الامعاء فيري سلو، شايفين القلب سلو، لكن السكليتال سلو تو فاست. لكن على عكس همين الريثميك الانتظام، الريثميك السكليتال مش منتظم بالمره، ايش انتظام؟ فيش انتظام في السكليتال، الحركه غير منتظمه، ولكن القلب هنا انتظام، دب دب دب، ريجولر منتظم. لكن السموث هي يس انتظام، احيانا بتكون منتظمه احيانا مش منتظمه، اوكي. لكن تعال ايش بقول لك، يعني شغله انه القلب هنا في الشغل لما بده يشغل قاعده القلب تنقبض خلقيا تمام، انا بتحكمش فيها، لو شلت القلب انت شلته من جسم وحطه برا بضل ينقبض عادي. معدل ضربات القلب 75 نبضه في الدقيقه، لو شلت كل الاعصاب اللي عليه بيصير 100 في الدقيقه كمان، 100 بيسرق اكثر، لما تقصه من جسمك بيسرق اكثر اصلا، لانه اصلا الجهاز العصبي هو بينظم القلب، بينظم القلب ويبطئ القلب. عشان هيك بقول لك انه القلب جهازين تمام، للقلب جهازين عصبيين، الجهاز العصبي بياثر على القلب اما بالزياده او بالبطء، الجهاز العصبي بيخلي القلب يزيد نبضات او يقلل النبضات. هيك خلصنا مقارنه من التايب اوف ماسل، المهم يمكن اهم شيء فيهم اللي هو السيل شيب، وكمان يمكن الريثم مهمه كمان، مهمين يعني سهلين مش كثير صعبين. نيجي على السكليتال ماسل اتاتشمنت، سكليتال ماسل اتاتشمنت، هذه بتحكي لك يعني انه كيف بده تلتصق خلايا او العضلات تانا، سكليتال ماسل اتاتشمنت. طيب نجيهم زي بدنا نقول واحدة واحدة. طبعا في كل كتاب بأربع سلايدات مش موجودين، وهذا بعيد ملخص لجداول اللي قلناهم، بحكيك على سكلتر المصل كاركترستيك، انه فيها بتربط التندم بالعظام، هي ستريتد يعني مخططة، وفولنتر إرادية تمام. يعني هيك كلام مش كتير. اما السموث ماسل هي نوستري، فيش فيها تخطيط، سنجل يعني نواه واحده وانفولنتري. اما الكاردياك هي فيها تخطيط وهي سنجل وانفولنتري، موجوده فقط في القلب، يعني مش كتير مهم. في الفانكشن اوف سكلتال ماسل،
هم بروديوس موفمنت، مينتين بوستشر تحافظ على الوضعيه، وستابلايز جوينت استقرار للمفاصل، وجنريت هي تولد الطاقه. يعني وظائف السكليتال مسل، مش عندكم في السلايد هان في الكتاب موجودين. نبدا هنا في الموجود في الكتاب والسلايد، سكليتال مسل اتاتشمنت تانا. قال لي في انك تندون وايش وابن يوسز. التندون هنا سموه كود لايك ستراكشر، هيكل بيشبه الحبل. هو التندون الوتر هيكل بيشبه الحبل. في ان ابو نيو روزز، ابو نيو روز هذا شيت لايك ايش ستراكشر، هي بتشبه مين الورقه، ابو نيو روزز، فهي تندون ابو نيو روز. هنحكي عندنا شو ايش قصصهم. في سايت اوف ماسل اتاش، مواقع اتصال العضلات تتصل مع البون العظام، مع الكارتلج الغضاريف، ومع الكونكتيف تيشو كفرنج، وهي يعني مع النسيج الضام، مع النسيج الضام. في المايكروسكوبيك اناتومي اوف ذا سكيليتال ايش اوف ذا سكيليتال مسل سيل، او يسموها المسل فايبر، السيل فايبر هذولا. قال لي انه عندنا هنا ذا نيوكلاي ار بوش از اسايد باي ريبو ريبوني لايك مايو فايبريلز. ايش قصده هنا في هذه؟ قصده انه يعني انه هذا بيجي في اختر، اهم شيء انه فيها ايش مايو فايبريلز، هذه خيوط داخل الليف العضل. يعني قال انه الانويه مدفوعه للخارج، للنيوكلاي هذه ار بوشد مدفوعه لوين؟ للخارج، تمام، على الصيد على الجنب، باي مي من خلال الرايبو نايليك، تمام، الرايبو نايليك مايو فايبرس. في شيء اسمه مايبرو فايبرس اللي هي الانويه، هذا خيوط داخل الليف العضلي، الخيوط هاي اللي قلنا عنها قبل شويه. سيلز ار مالتي نيوكليت، في السكليتال مسل قلنا ايش الخليه بتكون؟ الخلايا مالتي نيوكليت متعدده الانويه. النيوكلاي ار جاست بينيث ذا ايش ذا ساركولما، تمام، وبنيث للساركولما. ايش الساركولما؟ هذه عباره عن زي علبه السقا، هذه كلها بسموها الساركولما، زي علبتي الساركولما. قال لي انه هي ايش سبيشالايزد بلازما ممبرين، غشاء الخليه خاص زي علبه السجائر. هيها هذه هي الساركولما، تمام، هذه المايوفايبر اللي هي السجاره الواحده، تمام، هذه من برا في اللي هي النيوكلاي فقال لي هذه انه هذه عبارة عن ليفة عضلية، عبارة عن ايش هذه؟ عبارة عن ليفة عضلية اللي هو مايوفايبر، عبارة عن خلية بكون داخلها ايش؟ خلية داخلها انوية، لكن الانوية طرفية، لانه في داخلها ايش؟ الانوية هي بتكون طرفية. ليش طرفية؟ لانه في هي الانوية، في الانوية طرفية على الاطراف. ليش طرفية الانوية؟ لانه في داخلها ايش؟ خيوط، لانه في داخلها خيوط، تمام. فقال لي هنا إذا كان يعني إذا كان اسمها مايوفايبر، تمام، عضلة يعني فايبر ألياف، تمام، الخيوط اللي داخلها بيكون فيها اسمها إيش؟ مايوفايبريم، تمام، مايوفايبريم كلام عام. أهم شيء تعرفوا إنه هذا عبارة عن ليفة عضلية، الأنوية بتكون على الطرف لأنه في النص إيش عندنا خيوط. هذه هي الساكرولما، تمام، هذه الساكرولما، وهذه تطلع لي واحدة منهم خيوط واحد بسموه إيش؟ مايوفايبريل، تمام. الساكرولما هذه غشاء خليه العضله فقط، فغشاء خليه العضله بسموه الساكرولما، غشاء خليه العضله. طيب نيجي للمايكرو اناتومي اوف سكيليتال ايش، مايكرو اناتومي اوف سكيليتال ماسل. هاي قلنا هي النيوكليوس، هي المايوفايبريل، يعني مش كتير. Each muscle cell is called بسموها muscle fiber، كل muscle cell بسموها muscle fiber. Within each muscle fiber are many myofibrils. ها كل muscle cell، كل muscle fiber فيها العديد من myofibrils اللي هذه هي كتير فيها، فيها الكثير منها. نيجي للmyofibrils هنا خيوط عضلية. قال لي زي هذه هي السيجارة الواحدة، السيجارة بسموها إيش؟ مايوفايبريل، هي السيجاره الواحده مايوفايبريل، هذه علبه السجائر، هذه سيجاره واحده. فقال لي هنا انه مايوفايبريل هذه، قال لي باندلز اوف مايوفايبريمنت، هي عباره عن حزم من الخيوط، حزم من الخيوط. قال لي انه المايوفايبرز ار الاين تو جيف تو ديستنك باندز،
تنتين مميزين، يعني تعطيك اشي مميز. هذا المميز اللي هو الباند لايت والدارك مش مطلوب. يعرف انه يعني بالمختصر، عشان انا هذا الكلام كله بعقدكم هلقيته، انه الليفة العضلية هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن علبة سجائر، تمام؟ علبة سجائر، علبة الاقلام، العلبة هذه كلها علبة الاقلام او السجائر ايش بدك تسميها، بسموها ساكولم، تمام؟ الاقلام اللي جوا هذول او السجائر اللي جوا بسموهم ايش؟ مايو فايبرين، تمام. اما الاسنان هذول بشكل عام سموها مايو فايبرمنت، في منهم فاتح وفي منهم ايش، في منهم غامق. الفاتح بسموه الاكشن والغامق بسموه المايو سين. المايو سين انا اجيهم لقدام، هذا بالمختصر. فنيجي هنا قال انه هيحكي عنهم يعني شويه. في ان الساكرومير هذه عباره عن وحده انقباض العضله يسموها الساكرومير، وين عندكم موجوده في السلايد؟ هي الساكرومير هنا، هي المفروض تكون هي، يعني المفروض تكون موجودة الساكرومير هنا، لكن مش موجودة. لكن المهم انه الساكرومير عبارة عن ايش؟ الساكرومير عبارة عن وحدة انقباض العضل، بسموها contractile unit of the muscle fiber، وحدة الانقباض في الليفة العضلية بسموها ايش؟ ساكرومير. هي اكتبوها عندكم، هي هنا الساكرومير، هذه هي الساكرومير، اكتبوا فوقها انه هي عبارة عن ايش؟ وحدة الانقباض في الليفة العضلية، وحدة الانقباض في الليفة العضلية. طيب هنا طبعا قلنا الدارك والمش دارك احنا ما بدنا اياه كثير. نيجي هنا هي الساكرومير ايش قصتها، يعني مش مطلوب منكم حاليا. الساكرومير في عندنا كان الريفلكس، في سلايد بس يعني مش موجود. ستراكشر اوف ساكرومير، في عندنا قلنا الثيك، في عندنا الثين. الثيك قلنا هو الغامق بسموه المايوسين، اما الثين هو الفات بسموه الاكشن، لربما تكون موجوده في الصور. هيهم هنا اهم شيء، يعني احنا بدناش كلام، بدنا احنا عشان نفهم. هي الساكرومير هذه ايش؟ عباره عن ايش؟ وحده الانقباض في الليفه العضليه، تمام. في عندنا خطوط، تمام، في غامقة وفي فاتحة. هذه الفاتحة هي الثين، سموها ايش؟ فيلمنت، سموها الاكتاين. اما هي الغامقة اللي هي الثيك السميكة سموها ايش؟ مايوسين، تمام، بسموها ايش؟ بسموها المايوسين. بس هل بدنا اياه فيهم؟ هذا هو اللي بدنا اياه فيهم. اما هذا الكلام يعني ما بدنا اياه بالضبط، ايش هي اللي بتصير هنا، هذا مش شغلنا. نيجي للنيورو ماسكولار كومبوننت، ما هي مكونات العضله العصبيه؟ ما هي مكونات للنيورو ماسكولار كومبوننت، مكونات العضله العصبيه؟ قال لي للنيورو ماسكولار جانكشن، في عندنا النيورو ماسكولار جانكشن. جانكشن يعني وصله، الوصله بين العضله والعصب. النيورو عصب، ماسكولار عضله، جانكشن وصله، الوصله بين العضله والعصب ايش بدهم يسموها؟ بدهم يسموها ايش؟ النيورو ماسكولار جانكشن، بدهم يسموها النيورو ماسكولار جانكشن. قال لي هي البوينت وير موست نيورون جوينت ماسل فايبر، هي النقطه اللي بيكون فيها اغلب الاعصاب بتصل مع مين؟ مع العضله. طيب اثنين، فينا موتور يونت، الموتور يونت تانا وحده مين؟ وحده، هذا قال لك موتور النيورون، موتور النيورون عصبون حركي. And all the muscle fiber it innervates أو سموها maybe few or hundreds، يعني قال لك كل الألياف العصبية اللي بتغذي قد تكون إيش؟ قد تكون قليلة أو قد تكون كثيرة. الخلية العضلية إما بتنقبض بالكامل أو لا تنقبض، يعني يا بتنقبض بالكامل أو لا تنقبض. الخلية العضلية قال لك كان all or none low، all or none low يعني هي مهمة جدا جملة، الكل أو العدم. يعني زي ما قلنا الخلية العضلية يا بتنقبض بالكامل أو بتنقبضش، لكن الاختلاف وين؟ عدد الخلايا التي تنقبض، كل ما كان عدد الخلايا تنقبض أكبر كل ما كان الانقباض إيش؟ أقوى. يعني مش تقول لي الخلية تنقبض جزء منها أو لا، لا، هي الخلية العضلية أو العصبية، العضلية يا بتنقبض كلها يا بتنقبضش، تمام. فقال لك كان ممكن تكون، قال لك الموتور يونت، قال لي الموتور نيورون العصبون الحركي، قال لي وكل الخلع العضلية هنا، قال لك ممكن تكون يا قليلة عددها قليل أو كليل أو كثير. أما أنا بشغل مثلا 100 خلية أو 1000، ها حسب لا مدية. قال لي لما بدك تحرك أنت العضلة أو الخلية العضلية، الخلية
تتحرك كلها هي ما تتحركش. قال لي with adequate stimulation، ما يكون عندك تحفيز او محفز كامل، المسلز تصير خيط العضله with contract بتنقبض to its fullest extent or not at all، يعني هي بتنقبض الخليه العضليه contract to its fullest، اما بتنقبض fullest بالكامل او not at all او ما بتنقبضش كل العضله، يعني إما بتنقبض بالكامل أو لا. إذا في خلايا عصبية عندنا هنقول هذا الكلام وين لقدام إنها طلع يلي هنا إنه so there is no partial contraction of muscle fiber، فيش انقباض جزئي، يا انقباض كامل فيش انقباض، فيش عندنا partial contraction في المسل فايبر. هذه الصورة في عليها إيش شغل، وشرح نشرح إيش بتحكي هذه الصورة. ايش هي الصوره بتحكي؟ هي الصوره رسم لك انه عندك السباينال كورد الحبل الشوكي، طالع منه ايش؟ طالع منه نيرف اعصاب، تمام، طالع منه اعصاب. هي الاعصاب هنا رايحه على ايش؟ هي عندك مصل، هذه عضله، هذا عضله، تمام. في عندك المصل فايبر هي خليه عضليه، هي عندك خليه، خليتين، ثلاثه، اربعه، كذا. طالع انا عندي يعني في عندك خليه عصبيه، الخليه الواحده مثلا بتحرك لها 20 خليه عضليه، ممكن تحرك 50 خليه عضليه وتحرك 200، تمام. فانا هي عندي، هي قال لك موتور واحد وموتور اثنين، هي موتور اثنين رايح على كم؟ رايح على الخليه هذه وعلى هذه وعلى هذه. طيب موتور واحد رايح على وين؟ رايح على هذه وهذه وهذه وكذا، تمام. مثلا انا كيف قال لك هذا الاشي بيخليك تعرف كيف انت نفس العضله، يعتبر انها عضله الايد، نفس العضله هذه اللي ممكن تمسك فيها القلم، هي العضله نفسها ممكن تخبط فيها واحد بوكس تقتله. كيف؟ قال لك انه هذا لما انا مثلا بدي امسك ايدي، بدي امسك القلم، بحرك اكم من خليه، فانا بحرك العصب مثلا اللي بحرك مثلا خمس خلايا، هم خمس خلايا بيقدروا يحركوا القلم مثلا. لكن لما بدك تخبط مثلا واحد بوكس تقتله، بدك تحرك كبشه خلايا، مثلا بدك 100 خليه، فانت بتحرك الاعصاب اللي بتخليها تحرك 100 خليه، اوكي. او مثلا في ايدك عصب مثلا انا بدي لا خبط البوكس بدي 50 خلية، باجي العصب مثلا 2 بشغله 20، وعصب 3 بشغله مثلا 20 خلية، هي 50 حركوا. لكن لو انا مثلا بدي قلم، بروح بشغل العصب اللي بشغل مثلا كم؟ بشغله 3 خلايا، 5 خلايا، 10 خلايا، بس انك يعني تعمل تحرك القلم، تكتب بالقلم، فبدكش قوة أكثر، تمام. فانا بتحكم في كم خليه بدي اشغل. لو بدي قوه كبيره بدي اشغل عدد كبير من الخلايا العضليه، بدي شيء بسيط بس تحريك بسيط للعضله بحرك عدد قليل من الخلايا العضليه، تمام. هذه هي قصه هذه الصوره. هي عندك هي موتور 1 وهي اعصاب عصب وبوضع العضله، بدك شغل كبير بشغل خلايا كبيره، بدك شغل قليل بشغل عدد قليل من الخلايا، بس هذه هي المقصود فيها. وكيف انا كنا نحكي عن مين، كيف كنا نحكي عن النيورو ماسكولار كومبوننت، وايش هي الجانكشن اللي هو النيورو ماسكولار جانكشن، ايش هي الموتور يونت. الموتور يونت هي وحده واحده، انا بحكي على مستوى الخليه الواحده مش على مستوى العضله كلها، على مستوى الخليه الواحده. زي ما قلنا انه كيف انا بقدر اخلي نفس العضله اللي تخبط واحد بوكس ويموت، هي نفس العضله اللي ايش ممكن تكتب قلم، تمسح على راس واحد يتيم، ها نفسه. كيف انا بشغل عدد خلايا، 100 خليه، 1000 خليه، حسب الشغل اللي انا بدي اياه. وفي اعصاب، في اعصاب بتوصل بتشغل مثلا 5 خلايا، في اعصاب بشغل لي 100 خليه، وهكذا. المهم بالنهايه انا عدد الخلايا بتحكم فيه. طيب في سكيليتال ماسل اكتيفيتي، سكيليتال ماسل اكتيفيتي اللي هو نشاط العضلات الهيكليه. قال لي انه هنا المسل هاف تو سبيشال فانكشن، العضلات لها وظيفه او وظائف خاصه او وظيفتين خاصات، تمام. قال لي الخاصيه الاولى اريتابيليتي يعني الاستجابه للتحفز، اثنين الكونتراكتيليتي الايش يعني الانقباض. اريتابيليتي وكونتراكتيليتي، ايش يعني اريتابيليتي؟ هي ability to receive، القدره على استقبال، and respond to stimuli يعني قدره العضله تستقبل محفز، مثلا خبطتك انا دبوس في ايدك استقبلت هذا الدبوس، and respond to stimuli والاستجابه لهذا المحفز بسموه ايش؟ اريتابيليتي. اما الكونتراكتيليتي اللي هي الability to shorten، القدره على ايش؟ قصر العضله. muscle cell must be stimulated by nerve impulse to control، يعني العضلة بتتحفز من خلال مين؟ من خلال impulse
to contract، يعني انه فيش خلية عضلية تنقبض بدون امر عصبي، لا، يعني لا يمكن ان احرك ايدي بدون امر عصبي. عشان هيك اي عصب بيكون مشلول، العضلة مشلولة، زي في الجلطات عصب بنشل فايده تتحركش، صح؟ عضلة مشلولة يعني فيش لي عصب بيوصل، ما فيش عضلة مشلولة، في عصب مشلول. عشان هيك قال لك ان الكونتراكتيليتي قدرة العضلة تستجيب لهذه للأعصاب. فقال لي انا انه بعدها there is a gap، هناك ايش؟ جاب، فراغ، او بسموه synaptic cleft. synaptic cleft between the nerve and muscles، في عندنا جاب او بسموه synaptic cleft، هذا موجود بين العصب وبين العضلة، بين العصب وبين العضلة. بشكل عام الخلايا العصبية لها وظيفتين، التحفز، انها تتحفز تستجيب هذا التحفز، ولكن زي ما قلنا ان الخلية العصبية اذا تحفزت بيكون وصل لها تيار كهربائي من الخلية العصبية. عشان تتحفز لازم يوصلها ايش؟ تيار من العصب. الخلية العضلية كيف تتحفز وبتستجيب؟ الخلية العصبية لازم تتحفز وتستجيب، إذا استجابت بتقصر. يعني كيف أنا بحرك إيدي ورجلي وكله؟ لو بصير عندك قصر وطول العضلات، contractility أو انقباض وانبساط العضلات بتخليها إيش؟ بتخليها تتحرك. إذا أهم شيء اعرفوا بالملخص إنه الخلية العضلية تقصر والخلية العصبية توصل. الخلية العصبية توصل الكهرباء للخلية العضلية، اما الخلية العضلية ايش؟ بتقصر وبتطول، بتقصر وبتطول، تمام؟ هذا اللي بدنا تفهمه اهم شيء. طيب قلنا قبل شوي انه في عندنا جاب، في جاب بين الخلية العصبية والخلية العضلية. قال لي هنا this gap، هذه الفجوة الجاب is crossed by chemical transmitter بسموه acetylcholine. يعني هذه الجاب، تمام، هذه الجاب ايش بيدخل فيها؟ بيدخل من خلالها ناقل كيميائي بسموه الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين هو ناقل كيميائي بيستخدم في الاعصاب. مين هو الاسيتايل كولين؟ طبعا عشان تعرفوا تكونوا على علم انه النهايه العصبيه ما بتلتصق مع جدار الخليه العصبيه، في عندنا النيورو ماسكولار جانكشن، وهي الجاب الفراغ، تمام، اللي بينهم لازم يكون في بينهم فراغ جاب. هذا الفراغ لازم يدخل فيه مادة كيميائية، الجاب الفراغ هذا اللي بين العصب والعضلة لازم يدخل فيه مادة كيميائية، زي ما قلنا عنها مثلا الاستالكولي، مادة كيميائية. عشان هيك في نهاية العصب عندنا موجود حوصلة أو جاب، هذه الجاب أو الحوصلة فيها مادة كيميائية قلنا اسمها ايش؟ أسيتايلكولين. أسيتايل ايش؟ أسيتايلكولين. الامر العصبي لما انا بطلع امر عصبي، تمام، قبل ما يوصل للخليه العضليه ايش بده يصير؟ بيقف في نهايه العصب، بيقف في نهايته. قلنا في نهايته في ايش؟ في حوصله. الحوصله فيها ايش؟ فيها اسيتايل كولين. لما الاسيتايل كولين بيوصل للعضله راح يصير ايش؟ راح يصير عندنا انقلاب في الايونات، صوديوم والبوتاسيوم. قصة طويلة كتير، صوديوم والبوتاسيوم تصير شقلة في الأيونات، صوديوم والبوتاسيوم، هذه الشقلة في الأيونات تؤدي إلى توليد تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي بيمشي وين؟ بيمشي في الليفة العضلية من الأول للآخر، فبتنقبض من العضلة. شفتوا كيف؟ فإذا أنا العصب، نهاية العصب في جاب، هي الجاب فيها استالكولين. استالكولين قبل ما يوصل للخلية بصير شقلة في الأيونات بين الصوديوم والبوتاسيوم، هاي الشقلة بتولد تيار كهربائي بتخلي التيار يمشي على طول العضلة، فالعضلة إيش؟ بتنقبض. العضلة بتنقبض. شغل يعني شوية هيك صعب شوية. طيب في شيء اسمه ايش؟ الساركوليما، هي يقول عنها ايش؟ الساركوليما جدار الخليه. هذا الساركوليما بيكم تمبوراري بيرمابول، بصير ايش؟ شويه نفاذ. ليش نفاذ؟ نفاذ لمين؟ للصوديوم. ليش؟ which enter the cell so leads to depolarization of cell. هذا الساركوليما الجدار، جدار الخليه، بيصير نفاذ مؤقت عشان ايش؟ يسمح للصوديوم بالدخول، يسمح للصوديوم انه ايش؟ انه يدخل على الخليه. لما الصوديوم يدخل بصير عندك depolarization، شقله في الايونات. قال لي هذا this upset، هذا التغيير في جدار الخليه ودخل الصوديوم generate، بينشئ لك electrical current، بينشئ ايش؟ يولد كهرباء، تيار كهربائي.
تمام، بيسموه اكشن بوتنشوال. هذا تنسوش بحياتكم كلها، اكشن بوتنشوال، جهد الفعل. فالتغير الشغله في الايونات وانه جذاب بصير نفاذ بدخل الصوديوم، هذا بيولد الكتريكال اكيورنت بيسموها اكشن بوتنشيال. اكشن بوتنشيال جهد الفعل، تنسهوش جهد الفعل هذا which is unstoppable leading to muscle fiber contract. هذا جهد الفعل unstoppable، بتوقفش، بظل يمشي تيار كهربائي وبيخلي عندك ايش contraction، انقباض في العضلة، خلي عندك ايش انقباض في العضلة. تمام، انا بقول نتوقف فينا، والله يعطيكم الف عافية.